السلام عليكم. مباراة أسوان ضد فيوتشر اليوم، أرجوك اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منه كل جديد ويستمر معكم البث بدون تقطيع. يلتقي فريق أسوان بمنافسه فيوتشر على أرضه ووسط جماهيره بملعب أسوان الرياضي ضمن منافسات الدورة 21 للدوري المصري موسم 2022-2023. ويسعى تمسيح النيل لاستغلال عامل الأرض في تحقيق فوز يدعم موقفه في وسط جدول الدوري بالمنطقة الدافئة والابتعاد خطوة جديدة عن صراع الهبوط الشرس بالمسابقة. ويدخل فريق فيوتشر أيضا المباراة بحثا عن تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لمواصلة مغامرته في المنافسة على لقب البطولة في موسمه الثاني بها. تعثر الفريق بالتعادل في آخر جولتين بالتعادل السلبي أمام كل من المقاولون العرب والإسماعيلي. وموعد مباراة فيوتشر ضد أسوان، تنطلق سفرة المباراة الساعة 2 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع.